ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهارده ضيفنا الدكتور صلاح الدين محمد، استشاري الانف والاذن والحنجره. هيكلمنا عن مواضيع كتير قوي 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 مهمه بالنسبه لنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور. انا دايما اقول لهم انا ام بهتم قوي بالامهات والاطفال، فانا بخاف قوي 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 على ولادي زي اي ام. فموضوع العصر دلوقتي هو الكورونا، كوفيد 19. ازاي نحمي اولادنا من الكوفيد 19 مع المدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حديث موضوع صعب قوي. لا مش صعب ان شاء الله، هو حديث العصر فعلا. وطبعا اهتمام كل فرد في الاسره واهتمام كل واجهزه الدوله كلها مهتمه بموضوع كوفيد 19. بالظبط. وطبعا الحمد لله وزاره الصحه على قدم وساق، والحمد لله يعني مجهزين كل حاجه الحمد لله يا رب. ربنا يستر. ونامل من الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نتعرضش لجائحه ثانيه يا رب، او يعني الحمد لله نتدارك كل الاخطاء او كل السلبيات اللي حصلت في الجائحه الاولى يا رب. فالحمد يا رب. لله تواصلنا مع المسؤولين والحمد لله مرتبين حالنا الحمد لله. بالنسبه للامهات اللي بتنزعج عشان الاطفال والمدارس وحاجات زي كده، طبعا نتكلم عن الطفل لو عنده مناعة قوية عن طريق التغذية ومفيش أمراض مزمنة واهتمامات الأم بالنظافة الشخصية للطفل وحاجة بسيطة جدا، غسيل الأيدي، كمامة مهمة جدا بالنسبة للأطفال والأطفال. رغم الأطفال عندهم مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة ومناعتهم كويسة، إلا إن احنا برضك بنعمل حظر وننبه الامهات ان هم لازم يستعملوا الوقايات الشخصيه بالنسبه للطفل، يستخدموا غسيل الايدي والتوعيه بالنسبه للطفل. والنسبه للاختلاط بقى اللي هو الكوميونتي اللي هو المجموعات المدارس بقى. المدارس. فالحمد لله تواصلت المسؤولين برضك ان هم يقسموا يبعدوا التباعد الاجتماعي بالنسبه حتى في الفصول، قللوا عدد التلامذة اللي المفروض يكونوا موجودين في الحصة. تمام. التباعد بالنسبة في الطوابير والحاجات. لكن هل في حاجة أنا أقصد مثلا أكل معين المفروض إن هم لازم يكون موجود، فيتامينز معينة لازم ياخدوها، حاجة بحيث إن تعلي المناعة للأطفال ضد الكورونا؟ كلنا بننصح بالتغذية التغذية الطبيعية، ومش شرط قيمتها الغالية، لكن مهم جدا طبق السلطة، مهم جدا الفاكهة الكتير، مهم جدا ان هو العشاء بدري، ان هو العشاء يكون فاكهة بس. الفاكهة فيها جميع انواع الفيتامينات وطازة، والحمد لله يعني كل انواع الفاكهة؟ جميع انواع الفاكهة. تمام. فلو احنا عملنا طبق فاكهة مشكل مثلا للطفل صغير هيبقى شكله حلو وياكله ونحببه في حاجة زي كده. ده اهم عندي من الاكل اللي هو كذا. الام مثلا تهتم بالبروتين، فراخ، لحمه، سمك. لا، احنا عايزين اهتمام بالفاكهه واهتمام بطبق السلطه. تمام. وننصح بقى الطفل ان هو او الام تنصح الطفل انه ما ياخدش اي حاجه من بره. مش هنسمي جميع انواع المياه الغازيه، لا، جميع انواع العصائر المعلبه لا، خاصه في التوقيت ده. الشيبسيهات والكيكات والحاجات البسيطه دي يعني في حدود ضيقه جدا جدا ويكاد يكون لا. طيب ليه نهتم بالطبيعه؟ طيب. حاجات طبيعيه. طيب الناس اللي عندها حساسيه او الاطفال اللي عندها حساسيه، فكره الكمامه بتخنقهم، يعني هم بيبقوا حاسين ان هم مخنوقين وهم حاطين الكمامه يعني على نفسهم وكده، سواء كبار او اطفال، فعلا بتبقى خانقاهم ولا هو بيدل على مرض؟ هو لا، احساس فعلا احساس. أوكي. لكن مش خانقاهم فعلا، احساس. تمام. فالاحساس ممكن مع التوتر العصبي يحس بخنقه. طب ما في دلوقتي الفيس شيلد. تمام. ومتوفر ورخيص ويقدر يستعمله. بس هو فعلا بيحس بالفيس شيلد؟ اصل انا بحس ان هو على العموم حضرتك، اصل التباعد بين الاطفال مع بعضيها ادي واحد. ثانيا ان هم لو في طفل بيكح والاخر الرذاذ، الفيس شيلد يحمي لحد ما، ماشي، ويقدر يبقى معاه منديل، يبقى معاه كمامه ممكن حضرتك اللي هي مفلتر، هي غاليه شويه بس يقدر يتنفس منها. دي بتبقى المريض الحساسيه اهون شويه من الكمامه العاديه. بالظبط، لان هو عرضه للتعرض للمرض والالتهابات اكثر من الطبيعي.
طب ومناعته بتبقى قليله مين كمان. اكتر يعني السن اكتر اللي هو بيبقى عرضه ان هو يجيله الكورونا؟ ما زال السن الكبير وذو الامراض المزمنه. يعني لو سن امراض صغير مزمنه زي ايه؟ زي مثلا سكر وضغط بحاله متقدمه، زي امراض قلب، زي امراض سكر بتاع دوت كلى، جميع الامراض المزمنه اللي هي ممكن تعمل تاثر لي في المناعه، امراض تمام. الدم كلها، امراض فم المعده كده يعني. دي الامراض المزمنه اللي احنا بنعدها اللي احنا بنخاف منها. تمام. في طبعا امراض زي الامراض الحميات، الحمى البحر الابيض المتوسط، حاجه زي كده بتقلل المناعه خالص. فلو خايفين على الطفل اصلا مناعته قليله، مش من الكورونا بس، من جميع من الامراض. اي حاجه، مريض حساسيه الصدر او حساسيه القلب عرضه بيبقى اكثر، عرضه اكثر وكتير قوي من العرضه للكورونا. الطبيعي. وده بيختلط علينا كمان في ان اللي عمل الاشعه المقطعيه، لما بتيجي نعمل اشعه مقطعيه بنساله عن الامراض القديمه، يعني لان هو مثلا عنده حساسيه، عنده تمدد في الرئه، تمدد في الحصوات الهوائيه، عنده الله يقدر اورام، التهابات مزمنه، نيمونيا، الحاجات دي كلها بتبقى باينه في الاشعه، فممكن تختلط مع الكوفيد 19. فبنحاول حضرتك ناخد منه هيستوري كويس، تاريخ مرضي كويس. تمام. وعلى اساس ايه نخلط، يعني نحاول ما نخلطش ما بين الامراض المزمنه اللي عنده والكوفيد 19 عشان ما نظلموش. وبنعمل له مسحه بتاكد لينا اللي هو اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. وفي نفس الوقت احنا بنعامله على اساس كوفيد 19. لان هو عرضه. تمام. ممكن يبقى كويس معاه الساعه دي، يروح بيته ما يبقاش كويس. لانه هيمشي في الشارع، هيتعرض لناس كده. واحنا عندنا الحمد لله شعب اجتماعي وبيحب الاجتماعيات. دي مشكلتنا بقى. طب اللي شاكك في نفسه، يعني انا خلاص احنا دلوقتي بنعتبر ان اي حد هيشك يبقى هو مريض كورونا، يعمل ايه بقى؟ لا هو يعني حسب درجة، يعني مثلا أول يعني كلنا أو طب إيه الأعراض؟ في توقيت مثلا الخريف زي ما احنا كده أو داخل الشتاء، نزلات البرد كتيرة. تمام. تفسير نزلات البرد عن الكوفيد 19، كل أعراض البرد اللي هي نعرفها دي أضعاف أشد في الأعراض. بمعنى تكسير وهمدان الجسم شديد جدا جدا جدا، غير متوقع. يعني بيقول لك انا بيجي لي برد كتير، عمري ما جالي برد بالتوقيت ده. عمري ما جالي تكسير جسم بالتوقيت ده، عمري ما جالي احتقان في الحلق وصعوبه في البلع والم شديد جدا بالتوقيت ده. ده كل ده حاجه حضرتك زادت في الكوفيد 19، اشك فيه على طول. صح. مع الناس اللي عندها امراض مثلا مزمنه زي قلب، سكر، ده لا، ده انا احطه في الحسبان، احطه في كاتيجوري تاني، وابتدي اعمل له فحوصات كامله واخد حذري. حتى لو طلع نيجاتيف البي سي ار ده ما ينفيش ان ما عندوش، لان انا بعمل اشعه مقطعيه يطلع الاشعه الصدري فيه حاجه. تمام. في اللي هو انقل حضرتك لحاجه تانية، موضوع الانابيب بتاعه الاذن. تمام. احنا الانابيب بتاعه الاذن اصلا بتكون ايه فايدتها؟ وانا باجي امتى بقول المفروض ان المريض ده يحط انبوبه اذن؟ يعني امتى بالظبط المريض اول ما يجي لحضرتك بتنصحه على طول بان هو لازم يركب انبوبه اذن؟ نعرف انبوبه الودن اصلا. تمام. انبوبه الودن دي ما بتركبش كده وخلاص، دي هي بيجي المريض يشتكي او الام تشتكي، ابني ما بيسمعش، ابني مش منتبه، بيخنفر كتير، بيفتح بقه وهو نايم، صوته عالي وهو نايم، متكرر الامراض الصدريه، متكرر احتقانات الحلق لانه بياخد نفسه من بقه. بشك الاول انه عنده لحميه. لو وبص مثلا ايه، بنكشف على الاذن نلاقي فيه ميه خلف الطبله او التهابات اذن وسطى اوليه اللي هو التهابات البسيطه، وبتجمع ميه خلف الطبله، يبتدي يحس بتقل في السمع. لو زادت يبقى ما بيسمعش، ودي بتاثر عليه في الدراسه جامد. يجي الابله مثلا المدرسه تشتكي منه ان هو ما بيحصلش، المدرس القريب منه ما بيحصلش، يعلي التلفزيون، يعلي الراديو، الام تناديله ما يستجبش. ليها سن معين الحاله دي؟ نعمل فحوصات. هي ليها سن معين في سن توقيت الايه الابتدائي اللي هو سن لغايه 12 سنه. يعني من قبل، يعني من اول كام لحد 12 سنه؟ لا ده ممكن سنه سنتين. من سنه سنتين. عشان كده بننصح بالامهات الانتباه للموضوع ده. الابن اكتف معاكي ولا لا؟ بيصرخ كتير او بينتبه لصوتك ولا لا؟ طيب ماشي. موضوع الصوت وهو نايم يا دكتور، ده بيبقى عرض او علامه ان انا المفروض كده؟ لعدة حاجات. اوكي. انسداد الانف الاول. تمام. ممكن حساسيه انف والتهابات جيوب انفيه عند تمام. الطفل، وممكن اللحميه، الاكثرهم المشهور لحميه.
ماشي، وبتبقى معاه كمان تضخم في الايه، في اللوز، وممكن التضخم ده ما يكونش بنفس النسبه بتاعت اللحميه. تمام. فبننصح الام ان هي تلجا للطبيب بسرعه عشان نعمل له حاجتين، نفحصه كويس جدا ونعمل له اشعه، عشان اشعه خلف الانف عشان اشوف كم يعني حجم اللحميه سادد التهويه بتاعت الاذن اللي هي قناه ستاكيوس، وببص في الودن وبعمل له حاجه اسمها ضغط اذن. تمام. يقيس مع ضغط اذن، يهمني ضغط الودن في التوقيت ده. هي بصراحه بالكشف بتبان، لكن تمام. بناكد بيه كميتها وقد ايه ضغط على الاذن بضغط الودن، ونبتدي بقى نتعامل معاه على اساس هو هنعمل له عمليه تركيب انابيب اسمها جرومت تيوب لتهويه الاذن. اشفط الاول السكريشن الموجوده او الافرازات الموجوده خلف طبله الودن، وبعدين اركب له الانبوبه. ماشي. مع شيل اللحميه. تمام. ضروري قوي ان انا ما اقدرش اركب انبوبه بدون ما افحص مكان اللحميه مباشره اثناء العمليه واشيلها حتى لو حته صغيره. دي حاجه. اذا كان في لوز كبيره تتشال. تمام. مع طبعا الفحوصات اللي بتتم قبل كل ده، قبل التعرض المريض لله. في امهات كتير قوي تقول لك لا انا مش هقدر اعمل انابيب. احنا بندي فرصه تكاد تكون 3 اشهر بالعلاج. يعني مش اول ما اشخص ميه خلف الطبله ابتدي اتعامل معاه على طول، لا، انا بديله فرصه تصل الى 3 اشهر بالعلاج، هيستجيب معايا ولا لا؟ ما عمل الفحص ضغط الودن مره واثنين وثلاثه. دكتور صلاح احنا فعلا تشرفنا بحضرتك جدا حقيقي، دكتور استشاري انف واذن وحنجره، احنا فعلا كنا مبسوطين مع حضرتك، وحضرتك اديتنا معلومات قيمه جدا في وقت قصير. استنونا هنرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله.